عهدت باشتيل إعادة فتح نفق يربطها بالوراق مغلق منذ 15 عاما بالقمامة وسط فرحة الأهالي. أسبوعيا تقريبا بنخش مكان مقفول بالزبالة كده وبنفتحه، فكان تعليماته ان احنا نفتح النفق دوت ونبدا نشتغل فيه. حصل تغير كلي وجزئي في قريه بشتيل، ان بشتيل جميع معظم الخدمات اللي فيها بقت موجوده في التو واللحظه، اي معاناه بقى بيعانيها المواطن موجوده عن طريق جهاز التنفيذ اللي انا بذكر فيها، وعلى راسهم الشكر موفور للست اللي هو كمال الدالي طبعا اللي هو شال التشاط. في كل عمل ميداني في سلبيات وفي ايجابيات، احنا بفضل الله وبتعاون الاهالي معانا وتعاون الوحده المحليه ومجلس مدينه وسيم، ان احنا بيتم رفع كميات مهوله من الزباله يوميا من قريه بشتيل. احنا هنا بقالنا 15 سنه في هذه المدينه بنعاني من ان النفق دوت كان وراه بلطجيه، وراه متسولين، وراه شمامين، كل بلاوي بامانة الله. احنا فرحانين ان الزباله يعني هتتلم وكده والناس كلها فرحانه. فعلا جهود فوق عاديه بيبذلوها. احنا زي ما احنا شايفين في الخلف النفق ده مقفول بقاله سنين، طبعا كم مخلفات كان ما بيجرؤش حد من رؤساء الوحدات السابقين او المتنفذين السابقين لوجود بلطجيه وبتاع. الدكتور فرج عمل تنسيق النهارده وكان وعد بيه قبل كده بين الاجهزه المختلفه من شرطه وحي وصحه. احنا قبل ما نيجي الموقع اللي احنا فيه دلوقتي كنا في حمله على التفتيش على اللحوم من اداره التفتيش على اللحوم. على الجانب الاخر، حملة رقابية قادتها إدارة التفتيش والرقابة الصحية على اللحوم بالجيزة في بشتيل تابعة لمركز ومدينة أوسين على محلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة والدواجن، أدت إلى ضبط عدد من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية. نسأنا حملة المرور على محلات عرض وبيع اللحوم، منها اللحوم البلدي واللحوم المجمدة. طبعا احنا بنركز على الأسواق لأن هي دي أكتر حاجات اللي بيبقى فيها الفساد، وطبعا حفاظا على صحة المواطن بنعدي على محلات العرض وبيع اللحوم البلدية. زي ما سيادتك شايف اللحوم جملي وعليها ختم السلخانة مدبوحة داخل المجازر الحكومية. تذبيحة بتروح المذبح بيتم الكشف عليها وعلى سنها، وبعد كده تخش تتذبح يتكشف عليها من أول حتة لآخر حتة زي ما أنت شايف كده، وبعد كده بعد ما تتأكد إن هو سليمة وتمام يقوم بيديها الختم عليها على طول. أول مرة حملة تنزل لبشتيل اللحمة، أول مرة نشرف حضرتك. إن شاء الله مش أول مرة. مبسوط إن في رقابة في البلد وفي عدل إن شاء الله بإذن الله، وكل واحد فاسد في البلد يتمسك إن شاء الله بإذن الله. لا الحملة كويسة، الناس محترمة وناس كويسة، ولا بتسيب في الفساد بصراحة. أنا دلوقتي أنا جوزي شغال قهوجي، ما بلاقيش اللحمة ناكلها، ما فيش فلوس اللي أنا أجيب، أنا جوزي بيديني كام 30 جنيه بس. معايا عين معاق، أجيب أنا من الأكل منين أصلاً؟ ما فيش. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضطر ان احنا نجيب الحاجه، جوزي بيديني 30 جنيه 50 جنيه، ادفع ايجار وادفع ميه وادفع كهرباء، كل حاجه جايه غاليه علينا. بايظه مش بايظه بناخدها. مضطرين صح نجيب اللحمه دي، حتى لو شايفينها مش عجبانا او نفسنا مش رايحه لها، بس عايزين ناكل عيالنا. هناكلهم ايه طيب؟ زباله هنا تحت الدائري، الناس ما بتعرفش تعدي. واخد بال حضرتك عند دائري المسابك هنا، المايه ضاربه على طول 24 ساعه. في ناس تفضل تدور على مياه كتير وما بلاقيش، وستات كبيره وبنروح نشيلها لها وتطلعها لها. حرام والله الناس ديت بتتعب، ستات كمان كبيره وامهات والمجاري والشارع ناس كتير. مشاكل عديده تشغل اهالي بشتيل متمنين تحقيقها في اقرب وقت. عمرو موسى، صباح دريم.